طيب احنا عشان نصل في النهايه الى هذه الهدنه كان في مجهود كبير جدا مصر قامت بيه، عايزين نعرف تقييم حضرتك لما حدث وكيف نبني على هذه الهدنه. يعني اولا هذه الهدنه هي ثمار ونتاج للسياسه المصريه. لماذا؟ يعني منذ ان بدات قمه القاهره للسلام التحركات المصريه سارت على ثلاث مسارات متوازيه، مسار انساني ومسار سياسي ومسار امن. المسار الانساني منذ اليوم الاول ادركت مصر ان هناك معاناه للشعب الفلسطيني وانه يواجه عدوان شام ولا بد من تخفيف المعاناه من خلال ادخال المساعدات. رغم التعنت الاسرائيلي ورغم قصف المعبر 5 مرات لم تغلق مصر المعبر من جهتها مره واحده او ساعه واحده، وانما اصرت. نتذكر ان الشاحنات ظلت عالقه امام المعبر لمده اسبوعين، مئات الشاحنات. صحيح. وبالتالي كانت مصر اكبر، اولا مصر اكبر داعم للمساعدات كما اشار الرئيس السيسي، مصر قدمت ما بين 70 ل 80% من المساعدات للشعب الفلسطيني، وهذا جزء يعني جزء من الدور المصري المتواصل في دعم الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضيه. هذه النقطه. وبالتالي المسار الانساني كان مهما، تخفيف المعاناه، ادخال المساعدات الانسانيه الطبيه والغذائيه والدوائيه في ظل الحصار الشامل والكامل والقصف يعني لكل قطاع غزه. هذا المسار بالتوازي مع المسار السياسي كان شقين. الشق الاول رفض التهجير القسري، خط احمر، لان هذا مهم جدا. مصر واعتبرت منذ اللحظه الاولى ان اسرائيل تجاوزت مبدا الدفاع عن النفس الى مبدا العقاب الجماعي، واتخذت من 7 اكتوبر والطوفان الاقصى ذريعه لتنفيذ هذا المخطط القديم، وتصفيه القضيه الفلسطينيه، تحويل غزه الى استراتيجيه الجحيم، تحويل القصف الشامل والحصار بحيث يتم تفريغ القطاع من سكانه ودفعهم من الشمال الى الجنوب ثم الحدود المصريه، ويتم انهاء مساله غزه وتصفيه القضيه الفلسطينيه. وقفت مصر، وضعت خطوط حمراء لآت حاسمه، لا للتهجير الفلسطينيين، لا للتهجير القسري، لا للتوطينيين في سيناء على حساب الامن القومي المصري. وبالتالي ساهم هذا في تغيير وبناء راي عام عالمي وجبهه عالميه في رفض هذا المخطط واجهاض. هذا الشق متعلق به شق مهم اخر، وهو حل القضيه الفلسطينيه، حل الدولتين، ان ما حدث عرض لمرض وانه لابد من افق للتسويه السياسيه وحل القضيه الفلسطينيه. الان الخطاب الغربي كله يتكلم عن حل الدولتين واهميه حقوق الفلسطينيين، كل هذا نتاج اتصالات كلمات الرئيس في قمه القمه العربيه للسلام، القمه العربيه الاسلاميه التي تضمنت كلمه الرئيس بالكامل، تضمنت في البيان الختامي. وبالتالي تحركات مصر ساهمت في اعاده وضع القضيه الفلسطينيه على مسارها الصحيح، الى اهميه حل هذا الشعب الفلسطيني الاعزل من حقه دوله. على خط التهجير كان هناك رفض واضح وقرار الرئيس السيسي في استاد القاهره اول امس، وقال لا للتهجير القسري، هي رساله واضحه قاطعه لا لبس فيها. اذن هذا مع المسار ايضا فيما يتعلق بالمسار الامني، وهو وقف القتال ومنع تصاعد او توسع الصراع في المنطقه. ولذلك هنا التحركات المصريه والاعلام المصري عندما نقل الصوره الحقيقيه بان هناك معاناه وهناك الاف الضحايا من الاطفال والنساء، بان هناك تدمير كامل، بان هناك حصار شامل ومنع الكهرباء والدواء والغذاء والمرضى والمستشفيات، بدا العالم يتعاطف وبدا يتغير فعلا من هذا الامر. كل هذه المدخلات وكل هذه العوامل ادت الى وجود راي عام اقليمي دولي، تغير الخطاب الغربي حتى الامريكي في اتجاه العمل على وقف العمل على هدنه انسانيه ووقف اطلاق النار وادخال المساعدات. وبالتالي هنا هذا التحرك وهذه الهدنه هي جاءت نتاج لتحركات مصريه على الصعيد السياسي والدبلوماسي والمسار الانساني والسياسي لحشد الراي العام من اجل ادخال المساعدات ووقف الهدنه. انا فاكر وده هيترتب عليه ايه؟ هذه الهدنه اولا هي تمثل خطوه مهمه بتعكس دلالتين، الدلاله الاولى ان الفشل الخيار العسكري، ان اسرائيل مهما دمرت وقتلت من الاف الاشخاص من الاطفال والنساء لم تحقق هدفها، هي اعلنت هدفين، لم تحقق تدمير الصمود الفلسطيني ولم تحرر الرهائن. وبالتالي حتى داخل اسرائيل يقول اذا كانت فشلت عسكريا في تحرير الرهائن، واذا كان يتم تحرير الرهائن من خلال الدبلوماسيه والصفقات، فلماذا نلجا الى القوه؟ صحيح. وبالتالي هنا المنطق، طب اسرائيل دخلت كانت تعتقد انها عندما تدخل مستشفى الشفاء او الرنتيسي او الاندونيسي ستجد الاسرى والرهائن تحت المستشفيات ثم تخرجهم وتقول انها انتصرت وحررت الرهائن، لكنها فشلت عسكريا وبالتالي ارغمت على قبول الهدنه. وبالتالي المنطق الاسرائيلي الداخلي يقول طب اذا كان هذه الهدنه سمحت باخراج الاسرى، لماذا لا نكمل الهدن ونخرج الاسرى من خلال الحوار والتفاوض اذا كان الفشل العسكري الخيار العسكري فشل؟ وبالتالي انا اتوقع ان يتم تمديد الهدنه. هناك حرص من كل الاطراف على هذه الهدنه حقيقه. الجانب الاسرائيلي له مصلحه في هذه الهدنه لان هو فشل، هو يريد اي انتصار. هناك اتهامات من اهالي الاسرى الاسرائيليين للحكومه بعدم الاكتراث، خاصه بعد ما تم قصف وادى الى موت 50 منهم لدى الفلسطينيين. وبالتالي اسرائيل ارغمت لان الحرب طويله، الاستنزاف، صوره اسرائيل العالم انهارت تماما الصوره. باقي اسر المحتجزين هل ممكن يمثلوا عامل ضغط على نتنياهو لوقف هذه الحرب؟ انا في اعتقاد هم شكلوا وسيشكلون يعني لكن الصفقه الكبرى لم تتم بعد. الصفقه صفقه الاسرى الكبرى هي المتعلقه بالاسرى العسكريين لدى حماس،
حوالي 100 واكثر من 110 شخص منهم كبار الضباط. حماس قالت او المقاومه الفلسطينيه قالوا ان هؤلاء مقابل تبييض السجون الاسرائيليه، اخراج كل الاسرى الفلسطينيين على غرار صفقه جندي شليط مقابل اسير فلسطين. هم الان سمحوا مدنيين مقابل مدنيين، او نساء واطفال مقابل نساء واطفال بنسبه 1 إلى 3. طبعا مجلس الحرب والمتطرفين في الحكومه الاسرائيليه بن غفير سيرفضون هذه الصفقات، لكن على الاقل وجود ضباط كبار وضغط اهل الاسرى وفشلهم، وفشل النقطة مهمة، فشلهم عسكريا في تحرير هؤلاء سيدفع إسرائيل ربما إلى القبول بهذه الصفقة. أنا في اعتقادي أن تغير الرأي العام، التوجهات الدولية، الخطاب الغربي، الخطاب الدولي، ارتفاع التكلفة المأساوية الإنسانية الفلسطينية، الضغوط الداخلية في إسرائيل، فشل هذه الحكومة، كل هذه العوامل المجتمع قد تدفع بأولا تمديد الهدن ثم القبول على الأقل في المسار السياسي، لأن الخيار العسكري إسرائيل دمرت كل شيء، لم يعد هناك شيء تدمره، يدمر كل ما فوق الأرض، وبالتالي ما تحت الارض هي متعسره، سقط منها ضحايا كثيرون وقتلى كثيرون في خلال الفتره الماضيه. واسرائيل ليس لديها ما يسمى النفس الطويل في الحروب، لان هي بطبيعتها لم تخطر، هي تعتمد على القوى الجويه والقصف من الجو ومن البحر، لكن الحروب البريه وحروب المدن هي لم تختبرها من قبل. وبالتالي هناك تكلفه اقتصاديه، هناك مليارات 50 مليار دولار خساره حتى الان في الاقتصاد الاسرائيلي. الاسرائيل طبعا تحت الدوله العسكريه، هناك طبعا لجنه سياحه واستثمارات، كل هذا تكلفه وكبيره على اسرائيل، كل هذه عوامل ضاغطه. وانا في اعتقادي ان الدرس الذي يعني استخلص من 47 يوما ان سياسه القوه المفرطه والشامله والقوه الغاشمه وسياسه الارض المحروقه لم تحقق لاسرائيل هدفها المعلنه سواء الرهائن او تدمير المقاومه، ولم بالعكس هي لم تكسر الصمود الفلسطيني، هي ادت الانقلاب الراي العام العام كله، وهذا ما يخشون منهم، هم يعني فزعين من هذه النقطه، كانوا يروجون انهم دوله حضاريه ويعيشون، الان بدات هناك دوله وحشيه، دوله معتديه تدوس القانون الدولي باقدامها.